السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا بمناسبة هذا الشهر الفضيل سأتكلم اليوم عن طريقة استخراج تأشيرة إلى السعودية بالنسبة للمقيمين في دول الخليج وخاصة بقطر، لأننا بنتكلم عن الأشياء الخاصة بقطر. فالعملية جد بسيطة وسهلة، سهلة جدا، لا تتكلف أي شيء. الرسوم تقريبا شي 400 ريال، تقريبا 400 ريال كرسوم. والشروط: يجب أن يتوفر جواز سفر فيه أكثر من 6 شهور أقل شيء كمدة، وإقامة، يجب أن تتوفر على إقامة بقطر لإصدار التأشيرة. والتأشيرة هي عبارة عن تأشيرة لمدة سنة، وعدد الأيام 90 يوم للدخول، ومتعددة السفرات عفوا. إذا نوع التأشيرة التي تصدر بالنسبة للمقيمين، فهي تأشيرة صالحة لغاية سنة، وكذلك مدة الإقامة 90 يوم متعددة السفرات، أي أنك ممكن تدخل أي وقت بدك، وكذلك الخروج متى شئت، والمقود لغاية 90 يوم بالسعودية. وكذلك بطبيعة الحال لا ننسى أنك ممكن أن تعمل عمرة بهذه التأشيرة عادي جدا. فالعملية هي جد سهلة كما قلت. هناك نظام خاص، عفوا، منصة التأشيرات بوزارة الخارجية، سأترك اللينك تبع الموقع تحت أسفل الفيديو. أو هناك الخدمة الجديدة ألا وهي KSA فيزا، أي تأشيرة سعودية، هي نفس الشيء لكن بالطريقة الجديدة. أنا أفضل الطريقة الجديدة، فنفس الشيء هنا. لو تم الدخول عن طريق الموقع تبع الموفا أو الخارجية، منصة التأشيرات، الدخول، فما عليك إلا تسجيل الدخول أفراد. هنا تدخل بالحساب الخاص بك، وإذا لم يكن لديك حساب فيمكنك التسجيل بطريقة سهلة، فقط بريد إلكتروني وإدخال كلمة سر والتأكيد عن طريق البريد. هنا بالنسبة للموقع الثاني نفس المسألة، فهي جد سهلة، فقط الدخول والتسجيل كأول مرة. إذا سنأخذ الموقع الجديد تبع الخاص بالتأشيرات. هنا لدينا موافق، أوكي. فهنا سنعمل نوع التأشيرة، فهي زيارة. إذا نعمل ما الغرض من سياحة أو عمرة إلى آخره، تختار ما تريد. إذا سنقوم، الغرض هو سياحة، الجنسية سنختار الجنسية، وهنا نختار إقامة دائمة في دول مجلس التعاون لمدة 3 أشهر على الأقل. فهنا أخص بالذكر أنه هذه العملية هي لكل المقيمين بدول مجلس التعاون وليس فقط قطر، فأنا أتكلم على قطر كوني مقيم بدولة قطر. فنختار إقامة، عرض تأشيرات، سيعطيك تأشيرة المرور أو التأشيرة الإلكترونية. هنا سنختار التأشيرة الإلكترونية. هنا يطلب منك في حالة كان يوجد لديك تأشيرة على السيستم، فقط تدخل رقم التأشيرة والجواز السفر فيسترجع البيانات الخاصة بك. إذا خيارات التأشيرة، سنتبع الخطوات اللي هي 8 خطوات. المغرب، سأختار أي شخص. إذا الجنسية المغرب مثلا،
إقامة، عدد الصفحات، عدة صفحات يعني متعددة الصفحات هنا صالحة لغاية سنة، ومدة الإقامة تصل إلى 90 يوم. هنا ندخل التاريخ المتوقع للدخول، مثلا يوم الخميس أو 26 يعني غدا، نعمل مثلا 27 28، فهذا لا يؤثر. مكان الإقامة، هنا سنأخذ مكان الإقامة قطر. أقرب سفارة تختار الدوحة، ووسيلة النقل جوا برا أو بحر، وسيلة النقل إلى السعودية، هنا سأختار جوا، لكن هذا لا يمنع أنك ممكن الذهاب برا، فقط اختياري ليس. منفذ الدخول مثلا مطار الملك عبد العزيز، والتالي هنا ندخل الاسم، طبعا الخاص بالشخص، مثلا سأدخل مثلا اسمي، سوري، هنا ندخل الاسم بالإنجليزي. الاسم الوسط والاسم العائلة هنا بالعربي، رقم التليفون مع رمز الدولة، البريد الإلكتروني الخاص بي. كذلك يمكن عمل أي بريد إلكتروني في حالة كنت تقدم طلب باسم أحد ثاني وتريد أن تصل التأشيرة له. إذا هنا إن كان في حالة كذلك العنصر النسوي فممكن أن يقدم على تأشيرة عادي. هنا مجال المهنة، بخصوص المهنة فالشيء الذي أعرفه إلى يومنا هذا أنه التأشيرات مفتوحة على جميع المهن بالنسبة للمقيمين، فتختار المهنة الموجودة. مثلا نختار مشرف أو أي شيء. هنا يعطيك المجال، فبعد المجال هنا تجد الوظائف. إذا نأخذ مثلا مدير تسويق أو أي شيء، تاريخ الميلاد سأخذ أي تاريخ لأنه فقط هذا كمثال. الغرض من الزيارة، إذا هنا الغرض من الزيارة مثلا عمرة، ترفيه، حضور حدث هام مثلا إلى آخره. فهنا يعطيك تحميل الصور الشخصية للشخص، لو لاحظتم فالرسوم هنا لغاية الحين 91.5 دولار. إذا سأختار صورة من السيستم. إذا كما قلت نختار صورة، أنا اخترت أي صورة كذلك. معلومات الجواز السفر، فهنا نختار نوع جواز السفر، رقم جواز السفر، بلد إصدار جواز السفر، مكان الميلاد، تاريخ إصدار الجواز السفر مثلا، وهنا تاريخ انتهاء جواز السفر. واو.
تحميل صورة لجواز السفر بالنسبة لصورة جواز السفر والصورة وصورة الإقامة يجب أن يكون على شكل جيبيج. إذا بعد تحميل صورة جواز السفر التالي هنا معلومات على الإقامة. إذا يجب تحميل الإقامة كذلك وأن تكون جيبيج، أن تكون على الأقل 3 شهور في الإقامة.